خائبين. والمعركة مستمرة في الزمان والمكان، فرسول الله قال لنا نغزوهم ولا يغزوننا، فبعث بشرية من الصحابة في الزمان مع من نصرنا من أهل السماء لتعقب هذه القوات المعتدية، وسيخرجون في هذا الزمان في أمريكا ويهزمونها. وذلك قوله تعالى وأورثكم أرضهم وديارهم وأرضا لم تطؤوها، أرض لم يطؤوها من قبل، هي أرض جوف الأرض وأمريكا التي سيرثها الصحابة الذين سينتصرون في هذه المعركة بإذن الله، وسيشارك في هذه المعركة إلياس وإدريس والخضر، وقد تكون هي أرض الميعاد الحقيقية، والله أعلم، الممتدة عبر الزمان والمكان، والله أعلم. وقد يخرج جيش رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاث أماكن: أستراليا بينكاب، الاثنين الجيزة، الهرم الأكبر أبو الهول، ثلاثة أمريكا أنفاق دولسي. ويخرج كذلك ومن عليهم ثياب الصوف الحديث، تغزون جزيرة العرب ثم يفتحها الله، ثم فارس ثم الروم ثم الدجال فيفتح الله. هؤلاء الصحابة هم الذين سيغزون، الذين هذه المفرزة هي التي ستفتح هذه الأماكن، والله أعلم. وهذا بسبب مركب سيرين السويسري الذي تمكن من تحديد ثقب أسود حميد يؤدي إلى ثقب دودي يخرج مباشرة في صيف 623 ميلادي، التي هي سنة الذروة مثل 1943 و1983 و2003، وهي قبل معركة بدر، وهي السنة الثانية أو الخامسة هجريا. والشرخ الزمن المكان سيكون، والله أعلم، قد كان فوق جبل أحد، وهناك كذلك سيخرج الدجال فوق أحد، لأنه نقطة دوامية للأرض، كما جبل النور والثور والأخشبين وجبل زيطة وجبل تينة، والله أعلم. ويريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم باستهدافهم الرسول والصحابة لتغيير التاريخ، لكن قدر الله كائن، وكل هذا ينظم القدر كله، مسطور أول مرة في الكتاب المسطور واللوح المربوع، والله أعلم. وقد يحدث هذا الذهاب إلى الماضي في سنة 2023، هي سنة الذروة، وهي السنة التي يجمع المتنبئون والمستبصرون أنها سنة زوال إسرائيل وأمريكا وأستراليا، وتحدث فيها الخسوف الكبرى، خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف في جزيرة العرب. وقد قال رسول الله بعثت أنا والساعة، وقال رسول الله من أشراط بعثتي أن يبعث رسول الله إلى فلسطين السماوات السبع لينذر النهاية، وذلك أن الملائكة عندما كان جبريل يطرق أبواب السماء كل سماء يقولون من معك، يقول محمد، يقولون أوى بعث أي جاء في الزمان من زمانه، ونحن سنراه كأنه بعث من الموت، لكن هو ناموس الكون الذي أحسن الله خلق كل شيء، والله أعلم. هم خائبين. والمعركة مستمرة في الزمان والمكان، فرسول الله قال لنا نغزوهم ولا يغزوننا، فبعث بشرية من الصحابة في الزمان مع من نصرنا من أهل السماء لتعقب هذه القوات المعتدية، وسيخرجون في هذا الزمان في أمريكا ويهزمونها.